هم الآن الذين تتكلم عليهم، هل هم مقتنعين بالحرية؟ هل هم يريدون الحرية أم يريدون المصالح؟ لأن هو أشار الأستاذ إبراهيم من لندن ضيفك الكريم تكلم عن بناء نظام دولة القذافي، ربط القبيلة بالمؤسسة العسكرية. من كان يحكم في ليبيا هو نظام قبلي بمؤسسة أمنية عسكرية، كانت القبائل الموالية لنظام معمر القذافي هي التي منها أبناؤها هم من يحرسون القذافي، وكانوا كلابا للقذافي كما في مزرعة الحيوان عندما ربى سنوبل الجراء الكلبة. هذا شيء ثابت يعني. وبذلك حفتر الآن هم طبعا عدد كبير جدا من أولئك الداعمين لحفتر هم الذين خرجت عليهم 17 فبراير، وجدوا أنفسهم خارج المشهد، كانوا قيادات شعبية وكانوا في مجالس زي ما تفضل حضرت الرز واللحم، وكانوا في يتصدروا في المشاهد، وكانوا يلقون في المبايعات زي صالح لطيوش في فبراير 2011، وعقيلة صالح في حتى هو في 7 فبراير 2011 هنا في باب العزيزية. كانوا من بينها هذه الأشياء كلها، من بينها هم فقدوها. جاءت وجوه جديدة، جاءت وجوه نيرة، كانوا وجوه مطالبة بالثورة، مطالبة بالتغيير، تريد الحرية، تريد بناء دولة العدالة والقانون. وبذلك هم هؤلاء بقوا خارج المشهد، يا إما فيه اللي بعض منهم طبعا هم في المنطقة الشرقية سكتوا، لأن المنطقة الشرقية انتهت فيها في الأيام الأولى، ثم بعد ذلك ما عاش في حرب عسكرية، كانت في بداية فبراير انتهى الأمر وقصة الرتلة 19 3 والرتلة لم يدخل بنغازي. أما في المنطقة الغربية أغلب الوجوه هذه اللي الآن نجدها في الشرق هي وقفت مع القذافي وبقوة، وجزء كبير جدا منها مهجر في تونس وفي مصر، وممكن جزء قاعد في السجون أو غيرها، ولا زالوا عدد منهم الذين لا يستطيعون رفع أصواتهم. لو أن جاء حفتر هنا تلقاهم حتى في طرابلس هنا يرقصوا ويغنوا لنفس الشيء. نعم.